يعني اكيد لما بلشوا يسقطوا القذايف على البلد وعلى البيوت، يعني كانت حالة صعبة، لانه ممكن اي واحد يكون معرض بيته او تنزل عليه قذيفة. فبهي اللحظة يعني انا كشخص عندي ثقة وايمان بالله، فبلشت اصلي واطلب من ربنا انه هو يتدخل. فبتذكر أول شغلة عملناها لحتى يعني ما أنه فكرنا أنه بحالنا بقدر ما أنه ردنا نساعد الأشخاص، اتصلت مع عائلات اللي كانت عندهم خطورة أكبر. يلا نشكرهم نشكرهم. أوكي تمام. بعدها أنا وزوجتي أخذت نزلت ورحنا حتى نشتري خبز، لأنه حبيت يكون حتى اخذت كثير من اكياس الخبز لحتى اقدر نساعد الناس اللي ما عندهم. تاني يوم عملنا مباشرة في عنا يعني عملنا اجتماع للصلاة، وبلشنا نصلي من اجل القامشلي. وضلينا نحن نروح على الكنيسة ونصلي بالرغم من انه كان في قذائف، بالرغم كان في خطر، لكن ما وقفنا عن الصلاة من اجل البلد. خلال الحرب السورية لما كثير من القادة سافروا هاجروا من القامشلي راحوا لأوروبا، لكن طبعا المسلمين لما بيأمنوا بيتعرضوا لاضطهاد أكبر بسبب العائلات تبعهم، بسبب الخلفية تبعهم، وكثيرين أعلنوا إيمانهم لأهاليهم، منهم تعرضوا للضرب، منهم تعرضوا الحرمان من بعض الممتلكات، في منهم طردوهم، لكن هن متمسكين بيسوع. والناس حاليا عايشة بحالة فقر كتير كبير، لأنه كتير مرات أنا بمشي بالشوارع بشوف كتير من الأولاد أو حتى الرجال عم بياخدوا من الزبالة، حاويات الزبالة، أكل لا ياخدون للبيت. طبعا إحنا لما قدمنا المساعدة لكل الناس من كل يعني من كل الأديان، سواء مسلمين أو مسيحيين أو كل العرقيات، فأنا إذا بدي أوصل محبة الله لألهم ما فيني أنا أسكر عيوني عن احتياجات هدول الناس. إنه إذا ما في مساعدات والعائلات ما في عندها أي مجال للمساعدة، فشي طبيعي يحاولوا يهاجروا ويسافروا بأي طريقة كانت لحتى يخلصوا من هاي الحالة الصعبة. يعني فلهيك نحن بنشكركم لأنه عم بيخلوا الناس تبقى ما تسافر ما تهاجر خارج سوريا. فبنتمنى أنه يستمر الدعم وياريت يكون بشكل شوي أكبر، لأنه صار حالات الاحتياج كتير كبيرة، سواء كان للأكل أو للتعليم أو للطبابة للمرض. فياريت فإذا ممكن نصلي من أجل الناس، من أجل أنه رب هيك كمان أنه يساعد هدول الأشخاص في تجاوز هاي المحنة، لأنه الحرب ما انتهت، سواء كانت عسكرية أو حتى سياسيا أو حصار اقتصادي. ونصلي من أجل أنه ملكوت الله يمتد في سوريا.